عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام وبالطبع بسوق حي النصر بمدينة المحمدية. غادي نقول لكم انواع الخضر وكذلك الاسعار فين واصله الاسمنه ديالها. كما كتشاهدوا معنا في الصوره البطاطا الحلوه اليوم صافحه ب 6 دراهم هنا بسوق حي النصر بمدينة المحمدية. هاد البطاطا اللي معروفه بالفريت دايره 10 دراهم كما كتشاهدوا معنا في الصوره. خيزو شحال داير؟ خيزو خويا 100 ريال اخويا خيزو راه 5 دراهم اليوم 5 دراهم ممكن تعيق بها لو كيل مليح اخويا خيزو مليح مسوقينه ب 2400 80 كيلو الشيفرو 2400 الصندوق في 5 خيزو اخويا ما شلب ولدان خيزو فهمتي في ماشي اي مدينه كاين فيما كاين الما كاين خيزو الجوده الجوده راه كاينه كما كتشوف كاينه وراه كتشوف اخويا عباد الله راه ما كايناش الفلوس يعني 5 دراهم راه ماشي راه عباد الله ما عندهاش مسكينه باش تقلب صافي بنادم راه تقهر راه صافي راه ولا كيخرج معاه 4000 راه ما عاد دير له والو راه 5 كيلو بطاطا ب 1000 ريال صافي راه 5 كيلو بطاطا ب 1000 ريال يعني اش غادي دير انت في هاد التقاد اش غادي دير لدارك ما عندك ما دير راه ما عندك ما دير لدارك تجيب هاد واحد 2 كيلو ولا شي جون ديال الحلوه شحال 300 ريال 5 كيلو بطاطا ب 1000 ريال 1300 3 كيلو خايزو 1600 100 درهم يخليها عندي انا في 4 الحوايج اشد لي على وجهي 100 درهم يخليها في 4 ديال الحوايج واش متفق معايا ولا لا؟ ها هو الدري فهمني حنا دراري فهمتي الشباب كنخدموا يعني ماشي كنوضوا حتى 8 ولا 9 ونقولوا للوالدين يعني كنوضوا مع الصباح باغيين نبيعوا ونشريوا فهمتي كنافيكيو يعني الدراري كاملين الدري تا هو كيف كتشوفوا الصديق البوطوار هذا الدري تا هو كيبيعوا ويشريوا يعني فهمتي ما كاينش فين غادي تدعم كتشوفوا ما كاينش الراوي وراه حنا كنشوفوا غاديين وكنكبروا ماشي غادي كنصغاروا فهمتي يعني بغينا شي حاجه حنا مستقرين اللي غادي نخدموا فيها وغادي نديروا فيها شي حاجه اللي تنفعنا من القدام فهمتي يعني هادشي راه ما دايمش راه واحد النهار دايرها شارع فهمتي واحد النهار يقول لك نوض حيد منين هذا راه شارع اما راه ما كاينه حتى حاجه خلينا نقص على الشيفرو شحال داير الشيفرو ولا خويا راه داير ب 1000 ريال الصندوق خاصك دير 4 دراهم كيلو 6 ريال كيلو باش يلاه تخرج 2 ريال كيلو اه 3 دراهم 3 دراهم خيزو 100 ريال اخويا شو خيزو كيدير جديد 100 ريال 5 دراهم وكل شيء كيعاني شو اخويا سد لي الفيديو كمل معايا الفيديو هذا الشيء خاص يدوز ما تقطعش على المباشر على المباشر هذا الشيء خاص يدوز الشعب كيعاني عباد الله راه كاين اللي جايب 1000 ريال وباغي يدي كفه ديال الخضره راه 5 كيلو ديال الطاطا ب 1000 ريال دابا والعيالات واللي كتجيو راه 5 كيلو بطاطا ب 1000 ريال دابا دو على راسكم اخنوش وال 4000 واللي شديتي 4000 راه 5 كيلو بطاطا ب 1000 ريال واللي شديتي 4000 راه المعقول اخويا 5 كيلو بطاطا ب 1000 ريال راه هنا تخلي 100 درهم المراه اللي وقفات عندك بالدار صافي راه بطاطا هي المهمه المراه كتفيق الصباح خاصها تلقى بطاطا في الدار ما كايناش بطاطا 10 دراهم وبطاطا موجوده هادشي المصباحيات وكلشي كلشي مكركر بطاطا اللور وشحال 4400 في الصندوق شحال عندي بطاطا وكلشي عنده بطاطا وخاص هادشي اللي مكلفين يمشيو يطلعوا على البطاطا اللي موجوده في الصندوق غنموتوا فين البطاطا موجوده في الصنادق شكون عايش ريها وشكون اللي عايش ريها هادشي علاش داوي اي باش غير تقهر تشوف بان فرانك فرانك نعم بزاف فرانك كتجيبي 6000 ريال ما كدير لك والو في الخضره حنا راه نقدروا نشريوها الحمد لله ولكن داك المسكين سمحوا لي انا راه شمت عامر تصمم عامر بها تشوف كل شيء عباد الله كيسولوك وكيمشيو فهمتي يعني ديك اللعبه بيع ولا ما تبيعش ولا لوح ما كاينش اللي يسول فيك واش فهمتيني واخا عا كنغام الخضاره اللي كيبيع سلاوي كيقول لك احسن من كل مره دايره 10 دراهم ولا 12 دراهم وراه انا من الخضاره اخويا فهمتي راه تقهروا عباد الله راه باراك اخويا اش هادشي
تقام ربيعه واتشارة بغي نهربوا احنا ثارة تقارن واتشارة كتفل مع الخمسة ديال الصباح كتفل ثلاثة عشر كتخرج كتجيب السلعة من الخمسة ديال الصباح وانت واقف والعارس كمل مع ثلاثة ولا مع الربع وحسب شحال من ساعة خرب حتى واحد في الخضرة كاميرا أقهرنا أقهرنا الغلق ماشي عبطال كلشي مزيود فيه البيع والشريات قهر ما بقاوش يجيبوها كاع كما شاهدتوا معنا في الصوره مشاهدينا الكرام كلشي كاعي كلشي شاعل يعني اسعار طالعه اليوم كما شاهدتوا مع الصوره بطاطا دايره 10 دراهم هو على هذا نفس الثمن بحال البلال اخويا ولاد بحال البلال ما كاين حتى شي فرق شحال مول فقات تكون البطاطا انا غلط كاع 6 دراهم 5 دراهم دابا بزاف 240 10 دراهم بزاف ولاد فرنسا عندنا ما بقاش المغرب بزاف الله يدير شي تاويل اخويا تبارك الله عليكم كما شاهدتوا معنا الصورة يعني أسعار لي جد مرتفعة مشاهدينا الكرام وكل شيء كاي وكل شيء صاخب هنا بسوق حي النصر المحمدية واصله شحال دايره 7 دراهم جمله لما نشبيع كاين اللي مسكينه خلاها مسكيري شي شحال تيشد 40 درهم او غيخلص الكره ب 14 درهم او خرج 4000 بحال مخرج 400 درهم بطاطا من 240 هاي الحلوه 7 دراهم ما عطيش 160 هاي الزوز 6 دراهم اللوبيا 300 او خرج 4000 بحال خرج 400 ما دير لك شي لعبه على كتحط الشعر الغربي ما كاين والو خدمنا تشانشين اخرى ما كيتقداوش مساكن اصاحبي شحال مرة كتجي كتقول لها بطاطا من 240 تزيد الحاله مسكين الدور شدور اجي تاخذ مع عندك نص كيلو نص كيلو نص كيلو ولا افرانك تخلط مع عندك خضيره باش دير طاجي مسكين مشات ليا مات العز السيري الخضره كتجي مرا كدي خمسه بطاطا خمسه خيزو خمسه مطيشه خويا المرضي بحال هذا مول دابا خويا راه شنو باغي فهمتي يلا غادي باغي يدوب واحد يلا باغي يتزوج فهمتي غادي يمشي يدوب واحد بتناس وش خطب فهمتي دابا واش هذا دابا كانه اليوم خاصو يفيق الصباح يمشي على الاقل يصور واحد 100 درهم ولا 120 درهم حنا كنطلبوها خفيف بلا ما نطلعوا بزاف فهمتي حيت حنا باغينا حلال دي افران في الصناديق 300 دابا هادي يلاه شخطب واحد الدري بتناس مين اللي غادي يمشي دابا فهمتي خاصو اللي يدعمو يدعمو على الزواج الدري دابا راه يقدي يسمح فهمتي وهي دابا مشى ودا السكر وخسر الفلوس ودوي على راسها لا والو صافي كلشي غلا دابا بقى لا زواج لا شي لعبه بقى نصلي فين غتزوج شلا غلا ولا شلا اسعار مابقاش عندك ديك المستقبل اللي غتبقى دير هرسو واش غتزوج حتى ودبر شي بتناس تبع شي برايط ما تصلحها واخو ما بقاش واج ما والو عيب وعار واش الناس زيد علينا في الخضره وطالقين لينا السموم السموم رخيصه والخضره غاليه راه حشومه تشرى عيب بالنسبه لهذا الحي الشعبي حنا عندنا الحي الشعبي في الاغلبيه ديال الناس اللي هما فقراء كي كتشوف الوجوه ديال الناس اللي كيسمعوا الخضره غاليه ومسكينه دابا جلس دابا حدانا واحد نص ساعه وسير كتجي مرا كتسول على الخضره وكتمشي بحالها كيسمعوها السوم وكيتقداو ما والو كتقول لها مسكينه ماشي 40 تتخانز نرفك وتزيد بحالها كتقدم شلا شلا اسعار اش تقدم سكين طاطا 240 حلوه 120 شانشيط العاد ما تشارجي والو كاين ما يتشارج 180 ريال فهمتيني بغينا هادشي يوصل راه واخا عرفنا هادشي فهمتي هادشي راه مضراكو بغينا هادشي كنادي وماشي نداء فهمتي شي واحد اللي مسؤول راه الكبير والله فهمتي ضروري شي حل ارتاح حنا موادنا ارتاح حنا كنعانيو ملي كتقلى الخضره فهمتي راه هادشي كامل من جي وجي من المازوط ومن ليسانس اخويا وبطاطا وريج غلا من لابوك وبطاطا اخنوش انت اللي مصور في هادشي طاطا بيعها في فرانك راه عيب عيب على الدرويش ياكل بطاطا بيعها في فرانك عيب 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 حنا بنايات ولات ولا طرود قلنا خيشه ديال بطاطا بنادم يدق عليه يقول لي بطاطا خيشه بيعها في فرانك خيشه ديال بطاطا بنادم كان ياخذها ب 1000 فرانك في المحمديه دابا كيلو ديال الطاطا ب 1000 فرانك راه عيب بني ولا خرج على المحمديه ساكنات المحمديه البني اللي خرج على الساكنات المحمديه تما ولينا ندورو ما
مما ولينا ندورو كنلقاو العمارات، مما ندورو كنلقاو العمارات. تخيل الزكيه المحمديه كانوا ياخذوا بطاطا خاي الشباب في فرانك عباد الله، كيجي يدق عليه كيهز بكتابه كيدق على مول الدار خاي شادي بطاطا في فرانك. السبب هو البني العمارات السكن كل هذا هو السبب. خدمة تاريخ تي وزير الفيلا حاج دير وزير الفيلا حاج كنتمنى وهمنا كنتمول كنمول الناس كل وزير سلمنا شوية عليك شوية عليك سيخليك معنا مشاهدينا الكرام نقربوا لكم الصورة يعني قرعة كورجيت شحال دايرة قرعة كورجيت الشريف قرعة كورجيت كرع غورجيت دايره 10 دراهم الفلفله خويا حلوه الفلفله 5 دراهم كما كتشاهدوا معنا في الصوره المطيشه مطيشه 6 دراهم كما كتشاهدوا معنا في الصوره المطيشه 6 دراهم الباربه جوج حزبات ب 5 دراهم الحكومة كحلت على الشعب 100% بطاطا بالفرنك القرعة 300 ريال مطيشة 140 المهم هذا الله المهم هذا الله من الكرة صافي هادشي اللي غنقول لك خاصر وزير الفلاحة خاصو يقوم الواجبات ديالو راه غيكلفط في عباد الله مكحلة على الناس هادشي اللي غنقول لك إلى هنا ننتهي هذا البث المباشر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.